ندير حاجه شابه تشرف بلادي الجزائر الغاليه، جزائر الحبيبه. ما نجمش ندير حاجه ما تشرفش بلادي. مش انت اللي طلبتي مني قلت لي كعك يا ام جنه جيبوه لي؟ هي دخلي يا بنتي العزيزه وشوفي الكعك كي داير. هذا هو الكعك اللي طلبتيه مني، هي دخلي تشوفيه. اخواتاتي ماشي ندير معاكم الكاطو، تابعوني. 4 بيضات، وحده الزيت، وحده السكر غرفيه اللي وزنت هذه بها، وزنت بها السكر، وبطا دهن، وبطا دهن كامله. شحال بطا دهن؟ دهن كامله 500 غرام. واه 500 غرام. نسطر. واه وحده لافاني، وحده لافاني، وحده ندير فيه وحده خماره، والفارينه انتوما وانتوما كما نقولوا التروينه ديالكم. هاني خواتاتي ندوب في هذاك السكر والدهن. فوالا خواتاتي ندير لكم معاكم الكاطو. السلام عليكم ورحمه الله. سمحوا لي اخواتاتي كاع رمضان تبان لي التالي وكورني في هذا رمضان. هذه يا خواتاتي ندير معاكم دروخ. ها العجينه فوالا، والله العظيم رمضان يسكت. غادي دير دوك الزيت. ها الزيت كيلا زيت. ها 4 بيضات اللي عملناهم. ها خواتاتي ندير شويه، ها هي فارينه شويه فارينه. فوالا وندير معاكم حبه خماره سيتو. بسم الله يا ربي ما تدلكوش. فوالا ما تدلكوش. الكاطو ما يندلكش خوتي العزازات. هذا كما نقولوا عجينه قسمتها، درت وحده بالشيكولا وحده سامب، هي المهم. هادو غير كما نقولوا العجينه تاع الصابلي. فوالا خواتاتي ها هي تاع الشيكولا، ها هي ندير لها كيما هكا باش ندخل هذيك الشيكولا فيها. فوالا هذيك الشيكولا ندخلها في العجين. اليوم اختي العزيزه عندنا الكعك، غادي نديروا الكعك الشباب تاع العيد. انا يا اختي العزيزه عندي كتحبات بيض، عندي كاس زيت، وعندي سكر كلاص، وعندي يا اختي الجنجلان راكي تشوفيه، وعندي حبه الحلاوه والنافع. ها هو هنايا مغرفه تاع مايزينا. غادي الاولين شتا هما اللي غادي نحطوهم هنايا. بسم الله يا ربي غادي نحط هاد الصوالح هما الاول. هاموين نديرو خميره تاع الخبز، خميره تاع الحلويات. نحط مغرفه مايزينا، مغرفه تاع سكر كلاص، زوجه، ثلاثه، ربعه. انا خواتاتي العزاز عندي الحليب سخون، ماشي سخون نورمال، غادي نحطو هنايا. بسم الله يا خواتاتي كي دربت كامل هنا الحليب والزيت وكامل دربته حتى تخلط كامل داك الحليب مع الزيت، خاصني الزيت ما يبقاش باين. فوالا خواتاتي دروك نمشي نضيف البيض. فوالا نضيف 3 حبات البيض ونزيد غول. دير زوج تاع الخميره. ها هو بسم الله زوج تاع الخميره تاع الخبزه. هنايا خواتاتي بقى لي النص كيما هكذا، نديرو هنايا نص تاع شكاره تاع الخميره تاع الحلويات. خلينا غادي نضيف وحده فاني. هنا نضيف راه عندي كيلو، وغادي نزيد نقول لك شحال جاني. هنا راه كيلو درتها هنايا. ايوا نبقى نرون. فوالا خواتاتي هنا راكم تشوفوا ها هو خمر، شوفوا ساي خمر هنايا. غادي نبداو كما نقولوا حنايا نكوماسيو. شوفوا ها ها هو خامر وقادي حاجه، ها هو ين الكعك ديالنا. نمشيو خواتاتي نخدموا نقولوا بسم الله. هنايا خواتاتي العزازات شوفوا فوالا هنايا رانا نخدموا في الكاطو يا اختي. نوعنا بصح واش هو قابلوه، ماشي زعما ديروه وما تقابلوش ولا. هذا راكم تشوفوه هذا غير دخل الكوشه وتخرجي، يعني ما يتشطي يطيب كيما نقولوا حنايا تسويت، يطيب بالهواء تاع الغاز. يا اختي العزيزه دروك جينا هنا مع ام جنة. شوفي ها هو الكعك تاعي هنايا، غادي نحطه هنا ونخدم معاكم. بسم الله يسر بمعليش ما يهمكش، غير دير لها كيما هكذا وبقى تخدم. شوفي ها كويرات كيما هاو نبقى نخدم غير بالعشرة 15 نعاود نجبد الكورة ونعاود نبقى نخدم. حبيبات تاع التريد قطعي، حبيبات تاع التريد. أعزاء والأحباء في الله، أرواحي يا أختي نخرج معاكم الصينية تاع الكاطو. ها لا لا العروسة واش درنا كواطو تستاهلو. هنا نخرج حطيب ونرجع نوريكم الكعك اللي نخدم فيه. الصينية تاع أختي نورا نخرجوها طيبة. لا لا العروسة تابعيني تابعيني وما تمشيش. ويا لا لا نورا ها ودفعي الصينية تاعك يا لالا. حلي روحي لالا زينة ودخلي البلاطو تاعك للكوشة نشوفو الكاطو كاش غادي يخرج. روحي واخواتاتي وحش الشكر يا وحش الشكر. نشكركم انا واختي العزيزة
ونشكركم يا الغاليات. الله يستركم ويحفظكم على اللايكات. او شمن شمي يا اختي العروسه ودخلي. يا اختي شوفي هنايا تعاصري عليه هكذا، شوف تعاصري وري معنا روح هنايا شو شوفوا هنايا عصري كيما هكذا، وبقاي ديري كيما شوفي ديري كيما ها ولاقيو هادو ها فوالا ايوا تعاصري كيما هكذا. شوفي انا ما نديرها بشغلات الكاك، هي تجي هنا يا اختي تجي هنايا ديري واحد الشرطه هنا هكا، وتجي هنا وديريها ها دوري كيما هكذا بسم الله، دوري كيما ها شوفي، وديري هذا هنايا تدخل هنا تعاصري عليه شويه هكا هكا، وتديري مع خوتو هنايا هكذا هنا ديرو هنا هذا ونخليو الكوماس يخدم. ايوا نكمل معاكم كيما هكذا، هذا مكان مش حاجه كبيره، هيا نكمل معاكم يا وصاي. يا قلت لكم الزينات والغزالات، ان شاء الله نقول لكم حاجه، ان شاء الله ربي يفرج عليكم تمشوا للبلاد وتفرحوا وتخلصوا البيت تاعكم، وهذه هي كما نقول ما بقى والو، وجدوا سويل حاتكم، واللي خلص البيون تاعو الله يسهل، واللي راها مزيره عليه الحاله مسكين وما لقاش كيش يدير نقول له ما تقنطش من رحمه ديال ربي، ان شاء الله ربي يطلق كما نقولوا حنا الرزق ديالو، وتمشي تشوف اهلك وناسك وحبابك وتعيش لحظات معهم ان شاء الله يا ربي. هذا ما نقول لك. ايوا يا اختي هذه هي الغربه صعيبه، واش غادي نقول لكم الغربه والله الا صعيبه، هذه هي يا اختي الغربه صعيبه صعيبه، وبزاف مساكن اللي جاو لهنا وما عندهمش هكا فاميليا، مش كما حنايا ما شاء الله خواتاتي ولد اختي بنت اختي هنايا هكا نتلامو مناسبات كاين دي والله الا مسكين في الغربه غير بوحدو واعر عليه يزيد يقعد هنايا واعر. تشوف الصيف تشوفي الطياره بلاتك والله العظيم لا ما شاء الله الله يرجع ربي يسهل على اي واحد اودي الله يرجع يطيح لنا غير في الطياره الطاير والله اللي ما عندوش الله يرجع ربي يحل بيبقى الخير عليه اللهم امين يا رب العالمين. ايوا يا اختي العزيزه هذا ما نقول لكم انا يا ام جنه والحمد لله وين ما رانا عايشين، سواء نتوما راكم في البلاد سواء حنا رانا في الغربه، قال لك اللي ما خرج من الدنيا ما خرج مع قايبها، بمليح ترى رانا عايشين فيها بوحيه بوحيه تاعها رانا عايشين فيها، كاش ما دايره الدنيا رانا عايشينها الحمد لله يعطيك الصحه يا الحاجه اختي يا لاله الحاجه يا لايكي وجمجمي يا راكي تفرجي في ام جنه يا الزايخه يا سمعتينا ما درتش حلم رمضان عندي بصح ماشي كيما رمضان ماشي بزاف راه غادي دير كونجي ماشي خاص بلا رمضان عاون عميكم جريتكم كوزينه شويه تحاولي مرقبه نديرو احنا وكلوا سي بو حنا نديرو الهيوات توحشنا القهوة الصباح قهوة الصباح ديشان ايوا والله العلامة يلاه الصبح الله غير القهوه تجي في خاطري انا يا قهوه سيتو والله بيجي يا قهوه في خاطري انا غير القهوه اللي تتقوى لا هو ينطي يخدم تتقوى لا ناكل شويه صح ما نتقهواش خمسه نصحى ما نتقهواش ما تتقهواش لا نوض بصح ما نتقهواش نسمع مشى نوض انايا ناكل يا بصح ما نتقهواش ما تجيش في خاطري القهوه ما تجيش في خاطري القهوه تسيدي شوية وتسحر والله لا شوية تتسفت تقول لي راني نسحر عاد 12 ولا الوحدة انا كي يجي كي تجي 12 اللي نمشي ما تعملش كل وحدة الليل تعمل مبسس هذيك مبسس والطيبة وتتصور والله العظيم البارح ماشي البارح والبارح درت المبسس قيس قيساش درت المبسس درتو مع 12 اللي قريب صيفط لي قلت لي ندير حنبسه لا درت البسس يا درت صيفط لي ميساج ندير البسه لا ما نعكش على الطياب انايا وحده قالت لي مسكنا نشكركم قلتوا لي ام جنة حاولي على روحك راك تعبي بزاف راكي تخدمي بزاف كون ما تبغيونيش ما تقولوليش كون ما تبغيونيش ما تقولوليش وا قالت لي تحاول على روحها من الباب بزاف اللي قالوا لي لا حتى في الكومونتير وا قالت لي ما تلاقاوني قالوا لي تحاول على روحها هي واش نقول لكم كون ما تحبونيش ما تقولوليش تقولوا ليش هذه هي اوه قلت
هي وان شاء الله باذن الله من رمضان ان شاء الله خطره تحضر معكم لايف. مش دائما كيما رمضان بصح ان شاء الله باذن الله نوعدكم خطره ندير معكم اللايف. هذه هي. وشكرا شكرا للدعم ديالكم والحب ديالكم والتفاعل تاعكم مع ام جنة. يعني انا واش نقول لكم دائما نشكركم يعني بلا بكم من بعد ربي سبحانه وتعالى نتوما اللي طلعتوني في هذا اليوتيوب هذا. نتوما بلا بكم كما راكمش لايكيو الفيديو تاعي كما راكمش تفرجوا فيا انا ما نطلعش القناه تاعي تقعد تما الدور ما تقول ما تطلعش. هذه هي نتوما حبيتوني ودخلتوني لدياركم ورحبتوا بيا عندكم وراكم تفرجوا فيا بكم بولادكم برجالكم. الله يحفظكم الله ينوركم جزاكم الله خير. ونتمنى نتمنى من ربي سبحانه كاع نسى اللي ما يولدوش نتمنى في هذا العيد في هذا العواشر بين رمضان كل شيء ربي يعمر حجرهم بالدريه الصالحه ويفرحوا حتى هما ودي ولا لا يحرم حتى واحد كلمه ماما ولا كلمه بابا. هذه وليدات مليح في الدار قالك زينه الحياه. ايوا يا الحاجه اختي شاركي طيبه اليوم حردي عليا فيكم وانت وماكي وماكي يا الحاجه غيانا نهضر غيانا انا نبغي نهضر نبغي الشيخه اختي انا الشيخه الحاجه اختي كون تجي عندي نبغي الشيخه انايا انا ماشي من دوك الناس اللي عاده تستنى عاده تبوزي لي الكاس ترد عليك. شكون هي حاجه رحمه؟ والحاجه رحمه يسلم عليك الخير اختي الزينه. شكون هي رحمه؟ دشيت عليها كوشه. او نسيتك نسيتك نساك المتهزين كحل العين اختي راه غير تجيب في القواطم وردوا عليا كاجه شباب 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 والحلو باب خلي نزيد هكا كيبان واه كبريتي ايوا لا هكا تغير في تدير تغسل ديري في 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 الطابله باش تدخل انا كي شاطره ديك الطابليه سي حزمتي وي الحاجه اختي راني دارت لك الكاطو ونحبك والله العظيم. شوفي واحد المراه كتبت لي قالت لي انا يا بنتي عندي في عمري واقيلا 70 عام الا ما قديت نكذب 70 عام في عمرها قالت لي يا بنتي قالت لي نحبك هي والله ماني عارف وهرانيه الا ما كذبتها بالي وهرانيه قالت لي يا ام جنة راكي مرافقتنا في, 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 في الحياه تاعنا وزعما شكرتني شكرتني في الكومونتير الله يحبب فيك عبدو يا اختي يا الحاجه يا الزينه يا الغاليه. نتمنى نجي ونجيب لك احسن كادو من عند ام جنة الريحه الشابه يا مين يبان لي مهرن اختي وهرنا وهرنا يبغيوني كامل كامل واش ميزعموش مني خوتي واو على خوتي يا كاش يديروني في الكومونتير يا ما نغلطش معاكم غلطه يا غلطه ما نغلطهاش معاكم قالت لي ما نزيدش نسمي بلاد ما نزيدش نسميها تاع الجزائر هي قالت لي سلم عليها ودي تلاقيت وحده وتلفت النكوه تاع راجله قالت لي النكوه تاع قالت لي سلمي على اختك على وحي منا هضري معاه قالت لي سلمي على ام جنة تلاقيتك اختي عند لاكلاه فوالا عاقلتني ديجا تعرفني صح ما تعرفكش هي سما لا ما تعرفنيش مسكينه اول مره هي وهذه هي هذه هي قلت لها راه مسلمه عليك سلامي وقال في الرحمه فوالا سلامي الله يحفظك يا اختي راك تفرجي فيا وين متبعتني بالصافا في التيك توك ولا في اليوتيوب؟ قالت لك في اليوتيوب في التيك توك هذيك متبعتها قالت لك قالت لك كي نشعل ندير قالت لك انا نقعد نقصر معاها قالت لك هي تدوى انا نقابلها كي هي قالت لك كي طلع اللايف تاعك طلع معاها ضحكتني الحاجه البارح قالت لك اودي اودي الحجر اللي دابا شي بان مليح يبان لي الوقت واضلني سنى الحز تمشي قعدي الحاجه ما صار قعدي الحاجه في القهوه لا تمشي تدخلي قعدي معنا هنا الحاجه في القهوه يا اختي الحاجه قلت لك وحده البارح حتى قالت لي في التليفون هي اللي كومنتات تقاطعوا علينا قالت لي والله يا ام جنة راه تفرج فيا يبان لي هي مداماري قالت لي والله يا ام جنة كنت دايرتك في الكوزينه نتفرج فيك ها مداماري قالت لي كنت دايره التليفون نتفرج فيك هي وعيطت لها انا قلت لها الحاجه واش قلت لها بغيتي تكوموندي كاطو ولا قالت لي واه بنتي بغيت تكوموندي كاطو هي قالت لي قالت لي والله لا خلعتيني قالت لي انا نشوف فيك في التليفون وانت هضرتي معايا في نشوف فيك
قالت لي وانتي عيطتي لي في التليفون، قالت لي حسبتيني خرجت بالتليفون، قلت لها في الضحك البارح. ايه قلت لها الحاجة اللي يخرج لكم. المهم انا خدمتي في هذا اليوتيوب هذا، خدمتي باسيون، نصبر على الحاجة وعلى الماكلة، على الكاطو، على أي حاجة، عندي الصبر في هاد الصوالح، عندي الصبر بزاف. شحال مرة لي كومونتير كاين دي ملاح كاين دي قباح كاين دي هادي، ونصبر وعادي نورمال ما كاينش مشكل كاع، يعني طول كان محتار مع نفسي وندير حاجة راقية وندير حاجة تشرف بلادي. يعني واحد يكتب لي كومونتير ماشي مليح ولا راه غير يزيد الأثم على روحه، يعني أنا نقية من الداخل ومن برا الحمد لله يا ربي. ندير حاجة شابة تشرف بلادي الجزائر الغالية، جزائر الحبيبة، ما نجمش ندير حاجة ما تشرفش بلادي، ندير حاجة نتشرف بها قبالة الناس. يعني أنا المحتوى ديالي اللي يدخل عندي ويكتب لي تعليق ماشي مليح راه يدي الأثم فيه، ما عنده ما غاديش ما نردش كاع. أنا من طبعي ما نردش على التعليقات، نخدم في التيك توك ونخدم في اليوتيوب. كاين تعليقات 90% ملاح، 90% كنقول لكم 90% دخلوا عندي التيك توك وروحوا عندي اليوتيوب، عندي كلش تعليقات ما شاء الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك، تعليقات كاع ملاح. بصح يجي حل واحد ولا زوج ولا ثلاثه يكتبوا على التعليق ماشي ملاح، نقولوا ربي يهديك على نفسك وعلى حياتك. بصح انا من الناس اللي ما ردش على التعليقات، عندي الصبر، عندي الصبر بلا قدر، ونخدم، عندي ناس تبغيني، عندي ناس تحبني، انا يكفيني حبكم ليا، يكفيني حبكم ليا. هذوك التعليقات اللي زوج ولا ثلاثه ما نشوفهمش كاع، انا نشوف في التليفون تعليقات نبقى غير مبتسمه، نبقى غير نضحك عليكم دي فوا التليفون. شوفوا خطرات الضحك يجيني 12 تاع الليل، خطرات ترمي الوحده اللي نمشي خلف التليفون هكا، هي التعليق يجيني هكا، تعليق تعلقوا هكا، خطرت تعلقوا لي على الجرده عليا انا بالذات، على ضحكتي على هضرتي، انا هذا يشرفني، هذا الشيء يشرفني، حبي ليكم يكفيني، حبكم ليا يكفيني. ما داك التعليق اللي يجي ولا حاجه ما نشوفوش كاع، ما نشوفوش، الحب يغلب على الكراهيه. واش نقول لك، هذاك التعليق خير بدو وبديرو بحال الشواري وقلع، راني غايه مسطوره بداري ودواري ومع راجلي ومع وليداتي، خدامه على روحي، وخوتي متشجعيني ومطلعيني طلع شاكم، راضيين علينا والدينا ما خصني والو من الدنيا، راضيه عليا مولاتي الله يرحمها، راضي عليا با ربي يحفظو لي، عندي خواتي تيموتو على حسي وموت عليهم انايا، عندي راجلي يبغيني، ما خصني والو من الدنيا انا الحمد لله يا ربي، وليداتي ناجحين قاريين، اللهم كيما نقولوا تنتمي عندكم الدريه ناجحه وقاري ان شاء الله، يعني راك تكتب غيرك تعي راسك وسعي، هذا ما نقول لكم كيما نقولوا، بغيت هكا نحل لكم قلبي ونهضر معكم. اما انا الجزائر كون يعرف القلب تاع ام جنه كاع ما يعلقوش، جزائر يا جزائر نرفعوا راسك ونتمشاو عليها، رانا نضحيو باش نجيو لبلادنا. هاتنا فهاد القطيه يا نورا، يا نورا اختي يا نورا، كل خطره مازيه يا ام جنه، خاصنا الكعك يا ام جنه، خاصنا المشوب يا اختي، بها العيد فوق الموز ولا حنا الله غالب، فوق نديرو ميناجنا، فوق نديرو حاجتنا، غدوه ولا انا غدوه ما نكذبش عليك، غدوه نخدمو صحه نزيدو نخدمو ونبرا اخرى صاي الريح، انا كاع ما تركبش عليا بالسيكال الاربع والخميس. شوفي شوفي كاع ما تلعباش عليا نتيا، تدخل لي كيما هكا وتجيبي ديك الكابه فيها السكر والبيض وماجيه يا ام جنى نوضي تقعد. غدوه ما نخدمش الكاطو، غدوه ساي عييت عييت عييت، غدوه تخدمي الكاطو؟ واه مازال باقي لي الدهن يا ويلاه، غادي غدوه عاود اختي هنايا تعاود تسوى ترون فرجت، شوفوا واش خدمت كوشون كاع ما خدمت، شوفوا شوفوا ها شوف درت ب ود كوكو، ها شوف كي جا ود كوكو، شوفوا هنايا خوتاتي وريهم كامل، اختي ما خلاتنيش ترونكيل،
درت وحده شيكولا وحده ماشي شيكولا. ها هي درت، ها هي شيكولا، ها هي شيكولا ومنا بيضه. عندك بيضه الصحراء فوالا اختي، زيدوا عليها شويه حليب. انت القهوه السائله هاك الغبره اختي، شويه هنايا كيما هكذا. الفراش فوالا اختي، هيا دير كيما هكذا فوالا. كاع تيدهنوا بهذه الطريقه هذه. قلت لكم ما تدخلوش البيض للوسط. يا روحي يا الحاج اختي، يا روحي دخلي معايا الكعك رانا كاملنا. شوفي انا الكعك تاعي يجي كيما هكا صغير، ما يجيش كبير بزاف. ايوا هذه تمشى يا اختي، ندخلو هنا الكوشه، نشعلو من تحت ومن الفوق، ونقصو له من الفوق ونشعلو من التحت. فوالا غادي نقصها من الفوق ونشعل عليه من التحت وتدخلي. شوفي 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 شوفي, شوفي يا زين يا كحل العين. هذا هو شوفي شوفي هكا، شوفي كاين اللي درتو طايب مليح هكا، كاين اللي يبغي حمر كيما هاك، ودرت هذا كيما نقولو درت لا هاد المرة اللي كوموندات عليا، درت لها واحد ماشي حمر بزاف، ودرت واحد هنايا أحمر كيما هكذا. ها فوالا يا خواتاتي العزازات يا الغاليات.